تواجه منطقتنا العديد من التحديات التي تتطلب منا تضافر الجهود والعمل المشترك لمواجهتها. وتؤكد المملكة العربية السعودية على أهمية هذه المنصة لتعزيز الحوار والتعاون بين دول آسيا في مختلف المجالات، سواء الاقتصادية أو السياسية أو الثقافية أو غيرها. وفي هذا الإطار لا يمكن فصل التحديات التنموية عن الأوضاع السياسية والأمنية المتوترة في المنطقة، خاصة في ظل الأحداث الجارية في فلسطين ولبنان التي تمثل عقبة كبيرة أمام التنمية الاقتصادية والتقدم التجاري. إن استمرار العدوان والانتهاكات في المنطقة يعرقل حركة التجارة الدولية ويزيد من التوترات السياسية التي تهدد تدفق الاستثمارات والتعاون الاقتصادي بين دول المنطقة والعالم. وتدرك المملكة أن التنمية الاقتصادية المستدامة لا يمكن تحقيقها إلا في ظل استقرار سياسي وأمني، ولذلك نؤكد على أهمية حل الصراعات الإقليمية بالطرق السلمية والدبلوماسية لضمان ازدهار منطقتنا. ومن هذا المنطلق نشكر دول حوار التعاون الآسيوي على دعمها لحل الدولتين واعترافها بدولة فلسطين، ونحث بقية دول العالم على الحذو حذوها، وهما دفعنا للمساهمة مع الأشقاء والأصدقاء في إنشاء التحالف الدولي لتنفيذ حل الدولتين. أصحاب الجلالة وفخامة السمو المعالي، تشدد المملكة على أهمية تعزيز العمل الجماعي والتعاون بين دول الحوار لتحقيق الأهداف المرجوة من إنشاء هذا التجمع. فقارتنا الآسيوية تتمتع بإمكانات كبيرة وطاقات هائلة، وإذا استطعنا توحيد جهودنا فسوف نتمكن من مواجهة التحديات وتحويلها إلى فرص للنمو من خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية وتطوير التعاون في مجالات الأمن الإقليمي والتكنولوجيا والطاقة، والعمل معا على تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وتؤكد المملكة على أهمية تعزيز التعاون وبالذات بين الدول النامية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والتنموية التي تواجه العديد من تلك الدول.